شو احنا كدين؟ لا انا هقول لك، هي فكره النكد دي جت من ايه. المراه الشرقيه بالذات ما بتتزوج بتعتبر ان زوجها ده كل الحياه، كل الحياه، هو بيعتبرها جزء من الحياه. فتخيلي كل حياتك هتعملي فيه ايه، جاي من بره من الشغل. خايفه؟ لا، غير ان انا خايفه، انا جاي من الشغل من بره، فانت كل حياتي لازم اقول لك انا صحيت عملت ايه، والولاد عملوا ايه، والتلاجه اللي باظت، وفلان اللي ضايقني في الشغل، وعلى فكره حصل حاجه كمان فرحتني النهارده، مش عارفه جبت ايه. كل الاحداث انا بقولها لك، الوحش والحلو، لانك كل الحياه، طب وانا فلازم كده اعرفك كل حاجه عني. الراجل بقى بيعتبر ده ايه، رغي نكد. هو انت بتنكد عليها؟ مش بتنكد عليك، هي قصدها تشاركها كل حياتها، تعرفك كل حاجه عنها، ايه اللي بسطها النهارده وايه اللي ضايقها. بس هو في المجمل زي ما انت قلتي، اللي بيضايق اكتر المشاكل اكتر. بروح المدرسه بلاقي مشاكل لاولادي، بروح الشغل بلاقي فلان مش عارفه ضايقني، وايه حصل في الشغل. كميه المضايقات كتيره، وكميه الحاجه الكويسه او اللي قليلة. تفرح قليله. فيقول لك ايه، دي بتنكد عليا. هي مش قصدها تنكد عليك. عشان كده اما بلاقي من كتر ما الرجاله، يعني هم حصل دراسه فرنسيه قال لك الزوجه المصريه اكثر زوجه نكديه في العالم. دراسه غريبه جدا، فضلت اتتبعها. طب هما ليه بيقولوا علينا كده؟ اكتر من زوجه حاولت اتكلم معاها عن طريق المشكلات اللي بتجيلنا، واعرف واسال الزوج انت بتقول عليها كده ليه. يقول لك اجي من الشغل اول ما تستقبلني ده فلان والبوتاجاز باظ ومش عارفه مين وجارتي اتخانقت ومش عارفه ايه وكده. اقول له يعني ما قالتلكش اي حاجه كويسه خالص؟ يقول لي لا، حاجات بسيطه انا عملت لك النهارده مش عارفه اكل هو ايه. السيرفي ده، السيرفي ده اتعمل ان رجاله اتسالوا، ما هو لازم يقولوا كده، ما هيقولوا ايه يعني؟ لا، ما هو يقولوا ليه، هو احنا لازم المراه لازم تعرف سيكولوجيه الرجل. ما هو احنا انت كمان ما تلاقي، بصي انا ما بقعد في مكان تلاقي فيه شويه ستات قاعدين وشويه رجاله قاعدين، هتلاقي الرجاله خلال ساعه مثلا هتلاقيهم دول عمالين يتكلموا على طول على طول على طول، كل اخبارهم بيقولوها لبعض حلوه ووحشه. الرجاله لهم قليل الكلام، فبالتالي هو مش عايز الكلام اللي يجيله كتير قوي. الرغي ده انا عايز دخليني في المشكله، يعني ما يكون في مشكله دخليني فيها، لكن ما ترغيش كتير، لان ده بيعتبره انت بتضغطي عليا ليه، انا مسؤولياتي. هو ده دكتور علاء ناتج عن ان ما فيش حد بيحط نفسه مكان التاني مثلا؟ ممكن، بس هو بتوصل استاذ سونيا في الحته اللي قالتها، لو عدم فهم سيكولوجيه الرجل للمراه وعدم فهم سيكولوجيه بالظبط، كل هو واحد ده اللي عنده أقصده. حاجات التاني لكن انت قلتي حاجه، ليه بيقولوا عليهم او ايه اتهامهم؟ مشاعر المراه رقيقه شويه وحساسه جدا، وتفاصيل عندها كتيره جدا، عكس دي مشاعر عكس الراجل، تفاصيل عنده ما بيحبش التفاصيل الكتيره. في نفس الوقت الراجل مادي شويه في احاسيسه، هي احاسيس خياليه ومشاعر وحب، وقدره المراه على التعبير بكلمات كتيره زي ما قالت ان هي بتقعد تزن او تقول كتير جدا. بس هنفرق برضه بين المراه الزنانه والمراه اللي هي بتتكلم بمعقول، لان في ستات طول الوقت بتتكلم على الفاضي وعلى المليان. لما تيجي بقى تقولي، وفي رجاله بقى زي ما انت بتقولي ضاربين داخلين ضاربين بوز، ما برضو ما انت لازم نقول عشان مش عايزين ما هو بيترسم بقى ضرب بوز عشان ما تطلبش منه حاجه، عشان احنا نقول بقى، ما هو ايه اللي بيحصل ليه النكد بيحصل ليه؟ عدم تلبيه للاخر في ايه؟ في مشاعره او في احاسيسه او في مادياته، او الديفنس، هو واخده ديفنس علشان ببتدي عشان انت ما تنكديش، انا نكدي اكبر فما تنكديش عليا. غير ان الاكليشيه المحيط خلي بالك بينا، انه الستات خلي بالك دايما الطرف الاضعف هو دايما، حتى احنا انا للاسف الشديد احنا مجتمع ذكوري جدا، احنا من اول زمان جدا، والبنت حتى البنت لما بتتعاكس بره بتلاقي واحد سوري في اسلوب حطته، لا ايه اللي خرجك من البيت؟ نعم يا اخويا انت مين اللي خرجك من البيت؟ يعني انت كمان انت، يعني انا عايز اقول لك ان للاسف الشديد البنت دايما هي الطرف الاضعف في العلاقه، هي اللي يترمي عليها اللوم.